عايز اقول لك مثلا وزير الصناعه بيعلن ان مصر ستنتج الضفائر الكهربائيه لمليون سياره سنويا، عمالين نتكلم عن ده. رئيس الوزراء زار بورسعيد وقال الحكومه مهتمه بتوطين صناعه السيارات في مصر. طيب خبر زي ده، خبر زي ده، انا ما يعني ازاي ما فكرتش استقطب او احتل مكانه في افريقيا زي المغرب في قطاع تصنيع السيارات. انا هنتج ما يكفي الضفائر الكهربائيه لمليون سياره. يعني تعالوا نشوف اهميه الخبر ده عند المهندس عبد المنعم القاضي، ممثل الصناعات المغذيه باتحاد الصناعات. مساء الخير مهندس عبد المنعم. مهندس عبد المنعم، مهندس عبد المنعم معايا ولا لسه؟ طيب انا بتكلم هنا على حاجه مهمه في تصنيع السيارات. طيب ما وانا عايز ارفع المكون المحلي في تصنيع السيارات من 40% ل 60%، طب ليه في المقابل ما عنديش بقى يعني ما باخدش حصه او ماركت شير من قلب السوق مثلا في افريقيا؟ يعني اشوف المغرب عملت ايه. خلي بالك المغرب متقدمه جدا في قلب تصنيع السيارات وبتحتل المركز الاول في افريقيا، زي ما جنوب افريقيا محتله المركز الاول في جذب الاستثمارات الاجنبيه. يعني رغم البنيه التحتيه العظيمه اللي انجزتها الدوله المصريه في السنوات الماضيه من كهرباء وغاز وشبكه طرق، وللامانه حاجه فاخره، لكن تفاجأ ان استثمار اجنبي بارز راح لجنوب افريقيا، وان جنوب افريقيا شكلت جذبت استثمارات 8 اضعاف ما جذبتها مصر استثمارات اجنبيه. دي اسئله لازم نقف ونحاول نجاوب عليها، ما نعديش مثل هذه الاخبار. عوده مجدده للمهندس عبد المنعم القاضي، ممثل الصناعات المغذيه باتحاد الصناعات. مساء الخير مهندس عبد المنعم. اهلا محمد بيه، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين كلهم. ايه اهميه وضع حجر اساس لمرحله اولى مصنع جديد لانتاج ضفائر كهربائيه تكفي مليون سياره؟ هل ده يوفر لي من الاستيراد مثلا من استخدام العمله الصعبه؟ هو هيجيب لي عمله صعبه، لان على فكره المشروع ده بالذات ده كله تصدير. تصدير؟ لانه حقيقه كله تصدير. ليه؟ طب السوق المحلي مش محتاج؟ هو اصلا السوق هم بيديش للسوق معظم الضفائر، لان احنا عندنا الحمد لله اكتر من شركه ضفائر في مصر اجنبيه ومصريه. نعم. في ساتوريشن للسوق المصري. انما كله للتصدير، وده احسن على فكره. يعني كل انتاج هذه الشركه اللي هي سوماتوما، لو كان مسموح باسم ذكر اسم الشركه، يعني هو مكتوب في كل حته. فده كله للتصدير. ويمكن الكباستي مبالغ فيها شويه، انما ده حاجه كويسه انهم هيصدروا مليون سياره في السنه. فدي حاجه كويسه جدا، يعني قصدي ضفائر سيارات في السنه. طيب واحنا الحكومه بتسعى لتوطين صناعه السيارات في بورسعيد. تمام. وبتسعى لزياده المكون المحلي اللي داخل في تصنيع السياره في مصر من 40% ل 60%. تمام. ليه لحد دلوقتي مش قادرين ناخد حصه سوقيه لبيع سياره في افريقيا، بينما المغرب هي اللي مستحوذه على السوق؟ لا، استجابه المغرب دي للاسف احنا يعني ما عرفناش نعمل زيها، لان هم اهتموا بشيء مهم جدا وهو الانتاج الكمي. اول ما بدا بكميه جامده وقعد يزود، وبعدين جاب بقى صناعات مغذيه، فدي تجربه احنا فقدناها لان احنا انتاجنا ضعيف. هل فقدناها فراحت مننا للابد ولا نقدر ندخل لا الملعب؟ لا أبد. إيه؟ هو استراتيجيه السيارات اللي كنت ضيف عند حضرتك مره واتكلمت فيها بدات تخش، يعني بدات تطبق او يخش الى النور. اللجنه اتعملت لجنه العليا للسيارات برئاسه دوله رئيس الوزراء، وبدات ترى النور هذه الاستراتيجيه، وعلى امل ان هذه الاستراتيجيه تؤدي الى ان انتعاش في صناعه السيارات. لكن عايز اضيف لحضرتك اذا سمحت لي، اتفضل، شركه ثانيه يابانيه برضو، معرفش اقول اسمها ولا لا، قول يا اتفضل، اسمها يا زاكي، هتخش في، يعني هي دلوقتي عملت مذكره اتفاق مع دوله رئيس الوزراء في ابريل، وهتبدا تعمل مصنع على مساحه 67,000 متر، وهتنتج بس يمكن كباستي اقل شويه من سوماتوما. ودي حاجه مؤثره جدا، يعني ثاني شركه يابانيه تعمل مصنع، وكله برضه تصدير، كله تصدير. تصدير ميزته بقى ان يوفر لك دولارات.
يعني دي حاجه ان يبقى في تصدير وكلها ساعات مغذيه للاستيراد وتدعيم الصناعات المغذيه للاستيراد. نعمل ايه علشان نبقى زي المغرب؟ علشان نبقى زي المغرب لازم يبقى في تركيز على الانتاج الكمي. انا دلوقتي عندي 18 مصنع، كل مصنع بينتج كميات هزيله. لا انا عايز اجيب عربيه ومع مستورد مع راجل مع بتاعت يعني مصدر اجنبي، انا انتجها مثلا واصدر 50% وال 50% للسوق المحلي. انما لازم تبقى كميه محترمه، ما تبقاش احنا الانتاج كله في مصر ما بيجيش 150 الف عربيه، كل ال 18 مصنع. انما لما اجيب عربيه مثلا انتج منها اقول مثلا نص مليون عربيه، اصدر 250 الف للسوق المحلي او مثلا 300 الف للتصدير، انا دي بقى دي انا يبقى ده الخط اللي مش هتقل المغرب، لازم نبدا بيه. أشكرك شكرا جزيلا مهندس عبد المنعم القاضي ممثل الصناعات المغذية باتحاد الصناعات. طيب أنا هصدر، شفت المغرب سبقتنا، طيب هل إحنا نقول خلاص خرجنا بره السوق؟ لا، لازم الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة، الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج، التصدير ثم التصدير ثم التصدير. بتندهش مثلا وإنت تعلم إنك عندك أفضل شبكة طرق في أفريقيا والشرق الأوسط، عندك توافر طاقة كهرباء ضعف احتياجاتك، يعني اللي هيجي يعمل مصنع عنده شبكة طرق عالمية، عنده كهرباء، عنده غاز، عنده سوق ضخم 100 مليون، عندنا حاجات كتيرة قوي. طيب وإيه اللي كل ده معرفناش اللي سواقه؟ يبقى المستثمر الأجنبي يروح مقابل كل دولار يجي مصر استثمار أجنبي 8 يروحوا جنوب أفريقيا؟ لا طبعا، في خلل هنا، ولازم نسأل إيه الخلل ده؟ ما هو دي المشكلة، هي دي ال 40 مليار دول لو كانوا جولك مصر كانت القصة اختلفت تماما. إزاي أنا عندي هذه البنية التحتية القوية جدا ومعرفتش أوظفها؟ يبقى إحنا تنفيذيين حلوين لكن مسوقين فاشلين، نعترف بده. طب لو انا مسوق فاشل اعمل ايه؟ اجيب المسوق الناجح حتى لو كان شركات اجنبيه، تعالي حطي لي مصر على خريطه التسويق الاستثماري. انما هنبعت موظفين، هنبعت موظف بيدور على بدل سفر؟ يا اخوانا لازم الدنيا تتغير، ولازم الافكار تتغير، ولازم يبقى في خطه حقيقيه ازاي هنخرج من الازمه الاقتصاديه دي. والخروج من الازمه لن يتم بإجراءات داخل البنك المركزي. هو البنك المركزي حلته إيه؟ تسعير سعر صرف، تخفيض عملة، زيادة عملة، وإيه الفايدة؟ ودي كلها إجراءات مالية لا تسمن ولا تغني من جوه. أنت عايز اقتصاد، وعايز تخيل وإحنا بنعمل كل ده ما عندناش وزارة استثمار. تخيل على مدار 10 سنين ما جالناش رئيس وزراء اقتصادي متخصص مثلاً، مع كامل الاحترام لمن تولى المنصب وكامل الاحترام للدينامو دكتور مصطفى مدبولي، بس ما عندكش في العشر سنين اللي فاتوا دول، ما عندكش مجموعة اقتصادية يشار لها بالبنان داخل الحكومة. طب انت هتواجه الأزمة بإيه؟ فين جيش مصر الاقتصادي لمواجهة هذه الأزمة؟ فين؟ ازاي احط مصر على خريطة الاستثمار العالمية؟ ازاي فشلنا في تسويق البنية التحتية العظيمة التي تمت داخل مصر في العشر سنين اللي فاتوا؟ ازاي؟ فايه الحل؟ الحل لازم ندي الامر لاهله، نجيب اهل الاختصاص في الاقتصاد، في التصنيع، في الاستثمار، وعندنا مصريين عظماء يقعدوا يقولوا، بس ندي لهم صلاحيات وما نتدخلش في شغلهم.